اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمه الكاراتيه نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر بنظريه العالم في الكاتا، بنرحب بنهى عزب. اهلا بيك يا نهى. اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. الله ينور حضرتك، الله يبارك في حضرتك. انا عايز اقول لك انه يعني دايما الحمد لله انت دايما بتكوني ضيفتنا، انت ويعني ورفيقه الكفاح معاكي طبعا اي هشام، والثالثه طبعا بتبقى اسماء مجدي. ما شاء الله انتوا بقالكم فتره مع بعض، عملتوا انجازات كويس. خليني اقول مولدكم انتوا الثلاثه مع بعض امتى؟ يعني خلينا نبتدي من البدايه خالص، انتوا الثلاثه ابتديتوا مع بعض ازاي؟ ابتديتوا امتى؟ والتشكيل ده اتكون ازاي؟ هو ابتدينا 2021، انا كنت ساعتها شابات، فاتصعدت للفريق الكبير يعني في الجماعي، بس طبعا كان في منافسات في الاول ان يعملوا تيم في الاخر، فقعدنا حبه في الاول علشان خلاص يقرروا ان ده التيم. بعدين في الاخر استقرينا خلاص ان ده التيم في 2021، واول يعني اول بطوله لعبناها مع بعض احنا الثلاثه كانت بريمير ليج القاهره 2021. كان ده كان الايفنت، اول ظهور ليكم انتوا الثلاثه مع بعض، انت وايه واسماء، وبداتوا الاول اللي هو البريمير ليج كان في القاهره. بعد كده كان في واحده في تركيا، فاكر التركيه دي اسماء ما كانتش معانا، اسماء ما كانتش معاكم. ليه غابت ليه، فاكره ساعتها؟ هو انا ساعتها انا اصلا ما كنتش مسافره، كان في بنت تانية برضو عندنا في الاهلي كانت هي اللي مسافره، بس اسماء حصل لها مشكله في السفر، في ورق السفر وكده، فانا كنت الاحتياطي بتاعه. فساعتها ايه ده سبحان الله، انت دخلت مكان اسماء اصلا؟ على طول. انا كنت حافظه التلات، في عندنا بونكاي كل واحد ليه دور، انا كنت حافظه التلات ادوار، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه في اي وقت. صعبه عليكي دي؟ لا كانت صعبه اكيد، كنت سنك صغير. الله اكبر، 20 21 سنه. وانا كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه ادخل، فكنت لازم تعملي كل اللي فيك، عامله كل حاجه بقى، حافظه التلاته، انا موجوده. انا موجوده. بس فلما غابت اسماء، الحمد لله، كنت انت اقرب واحده لاي واحده تغيب. حتى بعدها ايه حصل لها اصابه، فما عرفتش تسافر البرتغال، فرحت مكان ايه. كنا ساعتها هنطلع احنا الثلاثه البرتغال دي، بس آية إصابتها طبعا منعتها، فساعتها دخلت مكان آية. بس برافو عليك يا نهى بصراحة. يعني إن أنت حافظة الثلاث حركات أو الثلاث أدوار لكل لاعب بيعمل دور، أنت حافظاه عشان تلاقي لك مكان، واللي عايز ينجح لازم ده طريقه. ما يقولش لا طب أنا في الحتة دي ومش عارف إيه، لا، ما أعمل كل اللي في إيدي واللي مش في إيدي. هو انا بصراحه يعني انا مش عايز اسيب اوبشن، اللي هو انا عايزه اكون موجود او اعمل كل حاجه عشان ما احسش ان انا كان في حاجه كان ممكن اعملها وما عملتهاش. نهى انت كده في حياتك ولا في الرياضه بس؟ لا في حياتي. يعني حياتك كل حاجه بتبقى حريصه ويعني مركزه ان كل حاجه تقدري تعمليها، وما فيش حاجه تبقى يعني ترجعي تندمي تقولي يا ريتني ما كنتش. ما انا بالنسبه لي احساس الندم ده لوحده اوحش حاجه ممكن احسها. انت برج ايه؟ سرطان. يعني شهر كام فكريني كده؟ 7/7 انا مواليد. برج، بص يعني، بس عايز اقول لك انه ده طريق النجاح، واللي عايز ينجح في الرياضه او في اي حاجه لازم يكون ده تفكيره، ما يسيبش يعني ايه احتمال واحد مش ممكن يحصل فيبقى هو بره في اي في الاحتمالات دي. طيب انت دخلتي وانت اصغرهم سنا ولعبتي واثبتي نفسك، وبدا الثلاثي ده يبقى هو الاختيار بتاعه في كل بطوله تقريبا، اكيد المدربين الفنيين مروا عليكي، هل أجهزة فنية اتغيرت ولا هو جهاز فني وحيد اللي اختاركم انتوا الثلاثة مع بعض؟ لا، أو المجموعة دي؟ لا هو جهاز فني وحيد، بس احنا في الجماعة ما بيكونش لينا تصفيات، هي بتبقى أكتر رؤية الجهاز الفني والكابتن اختياره. ما هو اختيار، ما خلي بالك أصل اللعبة أصلا يعني تقديرية، حتى الحكام بيقدروا. بالظبط. فالمدرب تقديري، مش هي أصل مش واحد بيكسب التاني. طيب الجهاز الفني من أول ما بديتوا انتوا الثلاثة مع بعض وهو معاكم، صح؟ مين بقى في يعني مين الجهاز الفني لازم يعني نتكلم عنهم؟ هو يعني كان دكتور مراد. دكتور مراد عاصم. دكتور مراد عاصم طبعا. بس حاجه كويسه ان هو معاكي في الاهلي. ومعاكي كمان انت وايه في الاهلي ومعاكوا في المنتخب. اكيد هي كده كده المنتخب بيفصل تماما انت نادي ايه، و يعني ما بيكونش طبعاً فيه اي انتماءات اي تحيزات او كده خالص. وكان كابتن ابراهيم مجدي طبعا هو مدربنا. بس كان ساعتها كان كابتن ابراهيم بس اللي كان معانا، السنه دي بقى معانا كابتن حمدي. تمام. بيمرنا برده مع كابتن ابراهيم. لا ما سافرش. لا كابتن ابراهيم بس كابتن ابراهيم اللي سافر. وشفت دكتور مراد في الصور معاك؟ لا هو كان معانا. دكتور مراد يعني.